اللاعب ايضا فيما بينه وبين خميس، وهذه كرة الله الهاشمي. اذا المدافع يسجل الان هدف اول لبنياس في هذه المباراة. بعدين شو الحكاية يا بنياس، كل اللي يسجلون مدافعين. الان الهاشمي ينضم الى ساشا ايضا ويسجل. لاحظ هذه الكرة الماضية وهنا الهدف، هنا الهدف. لاحظ الكرة العرضية بالفعل تعدي من دون اي رقابة، من دون اي رقابة تماما، لكن تمريرة كانت ممتازة من سهيل النوبي. يسجل اول الاهداف الان، نصل 13 ركلة جزاء في دوري ادنوك. هذه محاولة الان وكرة اللعب وخطر الهارقة. الله الله، عاد دبل فجيرة، عاد دبل فجيرة الان بتسديدة من الخاطر ومن قلبه، من قلبه، من قلبه. الفارو اذا يعيد المباراة من جديد الى تعادل جديد. وكما ذكرت بان لقاءاتهم دائما ما تكون الاهداف حاضرة ومثيرة. شوف ديلو، الله الله الله، شكل حلو وتمريرة ايضا كانت حلوة من ابراهيم اليعقوبي. اسيست جميل من ابراهيم اليعقوبي. لاحظ ابراهيم، هي اللمسة، هي الغمزة، وهي القذيفة على طول في المرمى. وهدف التعادل الان عن طريق اللاعب الفارو. الفارو مر قذيفة في المرمى على طول، يسجل هدف التعادل لتعود المباراة الان من جديد بالتعادل 1-1. من اصل على فكرة ثلاث تعادلات، ثلاث تعادلات. كرة تعود من جديد، تسديدة وخطيرة، الهدف الثاني. أوه، الهدف الثاني الآن لبني ياس. كرة اصطد وكانت هناك المتابعة، هدف سريع جدا بالفعل في الدقيقة الأولى. الآن مع بداية الشوط الثاني يسجل اللاعب، يبدو اللي هو رافائيل الياس. نعم، رافائيل الياس. إذن أول أهداف الآن في مع فريق نادي بنياس. يسجل الآن الهدف الأول ليتقدم بنياس الآن بالهدف الثاني. لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية واللي خلصها، وكانت مطالبة إذن بخطأ تسديدة ومتابعة ويضعها في الزاوية على طول ليتقدم بنياس الآن بالهدف الثاني. 2 بنياس الآن مقابل هدف لفريق دبل فجيرة. وأنا ذكرت قبل تصطد هذه وكرة، الله، يستغل الخطأ الدفاعي، يستغل الخطأ الدفاعي الآن ويسجل الهدف الثالث. هو رافائيل الياس، رافائيل الياس إذن يضيف الهدف الثالث الآن لمصلحة بنياس. ثلاثية الآن لبنياس مقابل هدف وحيد لدبه. هذا هو رافائيل، ثاني أهداف الآن في المسابقة، ثاني أهدافه في المسابقة. لاحظ هذه الكرة الماضية، هذه الكرة الماضية، وناموس لعبها، ما في أوفسايد. تصطد هذه، ما في أوفسايد، عايدة من المدافع. وهدف ثالث الآن لمصلحة بنياس. إذن بنياس يتقدم الآن بالهدف الثالث، وتصعب الأمور على دبه، تصعب الأمور على دبه. للأمام يرسل كرة خطيرة، أوهو، هاتريك. إذن هاتريك لرافائيل الياس، ينضم إلى اللاعبين اللي سجلوا هاتريك هذا الموسم، ينضم إلى اللاعبين اللي سجلوا هاتريك هذا الموسم. علي مبخوت هاتريك، فابيو ليما هاتريك، الآن رافائيل الياس يسجل أيضا هاتريك في هذه المباراة. لاحظ هذه الكرة الماضية، ما كان في أوفسايد يعتقد، ما كان في شيء. وبعد ذلك شوف بوناموس، شوف بوناموس، أسيست ممتاز ورأسية أيضا يعني غريبة. أوه،